والله دور النزاهة، احنا المفروض يشوفون الأراضي، يعني اكو شغلات يتجاوزون عليها. يا أخي هل التجار هذا الفاسدين، التجار الأراضي والتجار ما تعرف شو يسوون بعد، يعني ما نعرف. قمنا نبزع، قمنا نخاف على بيوتنا، قمنا نخاف على أراضينا، يعني ما نعرف شو نسوي بعد. والله خطوة سليمة 100%، بس احنا شو نخاف؟ نخاف لليوم يدخلوهم وباكر يطلعون وباكر ما يسوون شيء. احنا نريد قدام التلفزيون وقدام شاشات التلفاز ويحكون على هذا على ذول الفاسدين ويطلعون بالتلفزيون حتى يصيرون عبرة لمن اعتبر. احنا ليش هيك يطلع اليوم فاسد يتقف، ثاني يوم يطلع يا بشن انت شلون طلعت شلون ما اعرف. احنا نريد يا اخي قرار عادل وقرار حكم مضبوط، حتى يا اخي يحسون بهاي العالم، معاناة العالم، اراضيها تروح، فلوسها رايحه، الولد ايش عنده؟ قضى حياته على مود يجيب له هاي القطعه الارض او البيت، يجي منك ومجورات ما يعرف الا ما موجود بيته، ماكو هيك شيء. احنا نشكر النزاهه يعني على هذا التعاون ويانا، مسكوا هاي الاراضي، ونطلب منهم يعني بعد، لان احنا شعب مظلوم، فاذا ما النزاهه تقف معانا ما احنا ما محصلين كل شيء. احنا هاي بلد كلها اموال وكسبه وفقراء، فنشكرهم على هذا التعاون مالهم، يعني مسكوا هاي الاراضي الزراعيه وطلعوا وكشفوا الفساد، وشاكرين احنا، وان شاء الله الاحسن والاحسن. اعتقلوا ايه؟ احنا كيفنا من اعتقلوا؟ خلي يوميا يعتقلون هذول الفاسدين، خلي يقرضوهم من عندنا. لازم تاخذ مجراها ويكون قصاص العادل، ونشوفهم بالتلفزيون يطلعوهم حتى نطمئن بانه يشتغلون، ما يمسكوهم بعدين يعوفوهم. يعني نريد شيء القضاء قدام العين، يكون يطلع بشاشه التلفزيون قناتكم الموصليه السباقه بالحدث، حتى نعرف بانه مسكوهم ما رجعوا عافوهم، مسكوهم اخذوا قصاصهم العادل. والله نزاهه قامت تشتغل بالاونه الاخيره، قامت تشتغل، قام تمسك الفاسدين، يعني جماعة قام يبيعون أراضي فلوس أراضي مال الموصل، قام يبيعها فلوس تفليسيات، وهي الأراضي مال الدولة، هي ما مالتهم هي، قام ياخذون يبيعها بكيفهم. فكشفت النزاع آخر شيء حقائق بأن قام يبيعون أراضي ويبيعون ممتلكات الدولة ومال المسيحيين وأراضي المواطنين وأراضي مال الدولة، قام يبيعون بكيفهم يعني. يعني كشفوهم بالأخير، أنا كشفوهم كلهم عرفوهم بيها، عافية عليهم والله. خلي تحيلوا محاكم، يعني ايش يعني تحيلوا محاكم يعني؟ يعني لازم غدا يعني سجل 6 شهور 7 شهور وطلعوه برا، يلا باخذ نعتذر عنه، لا تحيلوا محاكمه. يعني سعد المواطن اذا اخذوا قطعه ارض ما مد الدوله يحيلوا محكمه، وايش غرموه؟ ايش بنيت؟ ما بنيت؟ من جبته؟ من ما وديتها؟ ليش ما يحيلوا محاكم؟ خلي يحيلوا كل محاكم. اي ضروري، مو ضروري جدا، ضروري جدا جدا، لازم يحيلوا محاكم، كلهم يحيلوا محاكم. من اول واحد استلم منصب الموصل بعد سقوط الموصل لحد هذا اليوم، اشعد مراضي كلها اخذوها خلي يرجعوها مرتلخ. والله اشكر النزاهه، اشكر جدا، اشكرهم، انا ممنون منهم والله. خليه بكلهم يحيلوا محاكم من بدايتهم الى نهايتهم، من استلم سقوط الموصل يسع كثير اراضي اخذوها، واراضي المسيحيين اخذوها، وما بس اراضي مال الدوله، اراضي المسيحيين ما اخذوها، ليش يعني اخذوهم؟ خليه يحيلوا محاكم، كلهم يعني بلا مستحيل محاكم، ايش صار غير يصير.